ليش تنصل الإطار التنسيقي؟ ليش وافق من البداية؟ إذا هاي ملاحظاتكم، الإطار ليش وافق على تعديل قانون العفو العام؟ أولاً يعني وافق حتى شكل حكومته؟ أولاً إذا تحب أقرأ لك ما أقر في قضية الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى، أنه قال الاطلاع، يعني قال الاطلاع على ما موجود في هذه في هذا القانون، لم يقل أنه تغييره ولم يقل تشكيله، بل بالعكس شدد على تعريف الإرهاب، شدد هنا. لكن الأخوة الذين وقعوا على هذا الاتفاق هم نظروا وتفهموا ما موجود فيه، يعني هو مراجعة القانون ولم يقل تغيير القانون. لا، نتحدث أو عن تعديل القانون. شيخ حيدر، هذا أقرأ الكيام موجود عن تعديل قانون العفو هنا العام. الفقر التي جاءت وفق ما يلي: إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام بهدف تعريف الجريمة الانتماء لتنظيم الإرهابي لتشمل كل من ثبت بأنه عمل في تنظيمات الإرهابية أو أقام بتجنيد العناصر لها، زين، أو أقام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو البرنامج الحكومي، وجد اسمه في سجلات تنظيمية. البرنامج الحكومي للسيد محمد الشيخ السوداني هذا هذا اتجاه تعديل قانون العفو العام، هذا ما موجود في البرنامج الحكومي. فإذا ثبت فيكون التعديل تجديد على الإرهاب وليس أن يفتح باب للإرهاب بالخروج. عزيزي، احنا بالنسبة ان هذا القانون هو من أجل رصانة المجتمع العراقي، من أجل محافظة على الشعب العراقي. القوانين توضع ليس ضد الشعب العراقي، فلذلك الوصف الذي وصفه السيد النائل هو وصف بعيد كل البعد. أنا معك ومع أي مسؤول أن يقول هناك معتقلين، هناك أبرياء. نعم، لا يوجد مكان فيه لا يوجد فيه أبرياء. طيب شيخ حيدر اسمح لي الآن، هل أنه يرتقي للمؤامرة من قبل المخبر السري؟ كل العالم فيه مخبر سري، لكن عندما نأتي إلى ماكو بس بالعراق شيخ حيدر مخبر سري. القضاء لا موجود مخبر سري، موجود في كل البلدان والدول الدائر مدائرك والبلدان الخليج كلها فيها موجود مخبر سري، كون المخبر السري هو أحد الأدوات المهمة لكل عمل حكومي. لكن أنا أسأل، هل أن القضاء العراقي هكذا يتعامل بمعاملة بسيطة أنه لا يقاطع المعلومات مع المخبر السري؟ هو السؤال الأهم شيخ حيدر، المخبر السري نعم، هناك مخبرين سريين الآن، هناك مخبرين سريين الآن، ترى الآن موجودين في السنة. لا، هذا فقط على السنة، كلمة بعيدة كل البعد عن الواقع. ليش ما موجود سجناء من البصرة، من العمارة، من بغداد؟ لا بتهم الإرهاب هم هذا الطريقة الساذجة بنقل صورة مشوشة عن القضاء العراقي، هذا ما مقبول. لا شيخ حيدر لامي، ما حد يتحدث عن القضاء العراقي. لا أحسنت، يقول إن القضاء العراقي يذهب إلى اتهامات باطلة تجاه فقط أهل السنة، أنفسنا وأخواننا. يقول السجون مليئة بأهل السنة، وكأنما الحكومة أو الإطار أو ما موجود في الحكومة هو. طيب شيخ حيدر، جاوب على سؤال معالي الوزير محسن الشمري.